أهلا وسهلا. شهدنا تقلبات سعرية قوية في جلسة الأسبوع مع تغير المشاعر حول الأزمة المصرفية، بينما خاوف من العدوى وفي النهاية طمأنت وزيرة الخزانة جانيت يلن حول أموال الودائع بتأمين شامل. وبما يخص اجتماعات البنوك، قرر الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لكن حمل البيان ومؤتمر جيروم باول بعض الإشارات إلى اقتراب دورة تجديد السياسة النقدية من النهاية، بينما بنك سويسرا قرر رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى مستويات 1.5%. كان هناك إشارة إلى مزيد من عمليات رفع الفائدة في المستقبل، بينما بريطانيا ومع التضخم المرتفع أعلى من 10%، قرر بنك إنجلترا رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. كان هناك إشارة إلى إمكانية رفع الفائدة في الاجتماع القادم بسبب البيانات الاقتصادية الحالية، بينما نتابع في جلسة الأسبوع القادم عدد من البيانات الاقتصادية المهمة. في الولايات المتحدة سنتابع قراءة مؤشر ثقة المستهلك للحصول على دلائل على النشاط الاقتصادي العام، بينما ستصدر قراءة الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تظهر بشكل إيجابي، وبالتالي ستعطي نظرة على حالة النمو الاقتصادي بشكل إيجابي. وستصدر أيضا قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المؤشر المفضل للفيدرالي الأمريكي لتتبع حالة التضخم، وقد يظهر بعض التباطؤ نحو مستويات 4.3%. في حالة الانخفاض رح يعطي بعض الارتياح للفيدرالي الأمريكي. من أستراليا قد تسجل قراءة التضخم بعض الارتفاعات من مستويات 7.4% إلى 7.6%. أما من أوروبا قد يسجل التضخم تباطؤ كما هو متوقع من مستويات 8.5% إلى مستويات 7.8%. ننتقل للتحليل الفني في جلسة الأسبوع القادم. نبدأ بتداولات الذهب. كما لاحظنا الذهب سجل أو شكل نموذج الإيفنينج ستار، نموذج شمعة المساء، لكن التشكيل الهبوط لم يتم بشكل قوي. صمود مستويات 1938 عند التداولات كمستويات دعم بالنسبة لتداولات الذهب، تشكيل يومين صاعد ثم اختراق مستويات 1987، لذلك إمكانية تداولات الذهب على المدى الصاعد أو على الميل الصاعد واردة جدا بثبات التداولات أعلى مستويات 1987 لزيارة مستويات 2035 ثم مستويات 2053. ننتقل لتحليل اليورو. اليورو موجة هابطة في تداولات يوم الجمعة. التداولات اليورو لحتى الآن لا تزال أعلى مستويات القناة السعرية الهابطة المخترقة سابقا، تداولات أعلى مستويات الدعم 100-695، لذلك ثبات تداولات أعلى مستويات أو اختبار مستويات 100-695 قد يعطي إمكانية تداولات اليورو بميل إيجابي نحو مستويات 100-760 ثم 100-850. ننتقل لتحليل الباوند الكابل. أيضا الكابل لا يزال يتداول أعلى مستويات القناة السعرية الهابطة المخترقة عند مستويات 21 الفيجر أو 1.21 سنت. ثبات التداولات أعلى مستويات 1.21 سنت ممكن يدفع الباوند لاختبار مستويات 22.80 ثم مستويات 24.45 اللي هي مستويات مقاومة مهمة لتداولات الباوند. ننتقل لتحليل الين الياباني. الين الياباني كما نلاحظ ضمن موجة هابطة لحتى الآن من مستويات 137.70 نحو مستويات 130 لحتى الآن. الميل الهبوطي أو الدفع الهبوطي لا يزال وارد بالنسبة لتداولات الين سواء كان أساسيا أو فنيا. تداولات أدنى مستويات 132.50 ممكن يدفع الين لتشكيل ميل هبوطي نحو مستويات 128.50 ثم 127.80. لتحليل الأوزي أو الأسترالي. الأسترالي لا يزال أيضا تحت مستويات المقاومة السعرية 67.40، ثبات التداولات أدناها ممكن يدفع الأسترالي لتشكيل ميل هبوطي نحو مستويات 65-85 المتمثلة بدعم قوي جدا بالنسبة للأسترالي ثم 64-35. خام غرب تكساس النفط
عند مستويات مقاومة أو دعم سعري ممتاز جدا على الإطار الزمني الأسبوعي المتمثل بالمتوسط المتحرك 265 دولار 20 سنت تحديدا. إمكانية كسر هذه المستويات واردة جدا في التداولات القادمة نظرا للأخبار الأساسية القوية على تحليل النفط، فلذلك كسر مستويات 65 20 سنت قد يدفع النفط لتشكيل موجة هبوطية أكبر نحو مستويات 61 دولار ثم 60 دولار لخام غرب تكساس. ننتقل للداو جونز ونختم معه. الداو جونز زي ما تحدثنا سابقا عند موجة هبوطية جيدة لحتى الآن، المؤشر مقاومة سعرية ممتازة جدا تحدثنا عنها سابقا مرارا وتكرارا عند 32470. لا يزال تداولات الداو جونز بميل هبوطي باستمرارية تداولاته أدنى 32465 لزيارة مستويات 31000 في الفيجر ثم 29695. تداولات موفقة للجميع.